المجتمع المدني كسلطة وكشريك استراتيجي في مسار تحقيق التنمية الشاملة التي تسعى أولاً وأخيراً إلى بناء الحضارة. كما يأتي تنظيم هذه التظاهرة الفكرية في إطار ترسيخ الأبعاد المنهجية للتربية على عبد القادر بن حياتين، نقيب المحامين سابقا بهيئه الناظور، نائب رئيس جمعيه هيئه المحامين بالمغرب. هذا اليوم نعيش حدث جد مهم، حدث عقد ندوه علميه ثقافيه بدار المحامين بالناظور في موضوع الحضاره باختصار. الحضاره، ماذا نريد ان نكون؟ نريد أن نكون وأن نظهر بمظهر أحسن من المظهر الذي نعيشه اليوم، ولكي نصل إلى ذلك المظهر الراقي في نظري يجب إعداد الإنسان لهذه المحطة، لهذه الحضارة. فبدون إنسان لا يمكن أن تكون هناك حضارة، وعندما أقول بدون إنسان لا يمكن أن تكون هناك حضارة، أقول الإنسان الذي يعرف ما له وما عليه، الإنسان المتسامح، الإنسان الذي يحب لغيره ما يحب لنفسه. أنا الدكتور عمرو المزرع، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بفاس. جئت بدعوة كريمة من جمعية الروافد من أجل المشاركة في هذه الندوة أو هذا الملتقى المهم جدا، وهو حول بناء الحضارات. وشاركت بعنوان دور الجامعات في بناء الحضارة، وأنتم تعلمون على أنه فيما يرتبط بالحضارة لا يصنعها إلا الإنسان، والإنسان لا يمكن أن يكون إنسانا إلا إذا ما صنع من الناحية الأكاديمية في الجامعة، والجامعة هي التي تصنع هذا الإنسان الذي يمكن أن يصنع الحضارة. وبالتالي دون الاهتمام بالجامعات من أجل صناعة هذا الإنسان لا يمكن أن تكون هناك حضارة. والحضارة لا تبنى إلا من خلال ما يتركه الإنسان من الناحية العلمية في كل المجالات الاقتصادية والسياسية والعلمية والثقافية والاجتماعية والسياسية. ولذلك الاهتمام بالإنسان هو الأساس، والذي يهتم بالإنسان أو بصناعة الإنسان هي الجامعة، والجامعة تلعب دورا مهما في تكوين هذا الإنسان، وبالتالي فهي تلعب دورا مهما في بناء الحضارة لأنها تبني هذا الإنسان. وبالتالي فلا يمكن أن نسعى إلى بناء الحضارة دون أن نسعى إلى بناء هذا الإنسان في الجامعة، دون أن يكون هذا الإنسان أكاديميا، دون أن يتعلم كل العلوم في كل المجالات، في كل المجالات كيفما كانت هذه المجالات العلمية. ولذلك حينما جاءت شريعتنا نبهت الإنسان على أنه واجب عليه أن يقرأ. ماذا سيقرأ؟ كل شيء، وكلما قرأ إلا وكان يبني حضارة، وإلا كان يتفهم للآخر، وإلا كان له أسس للتفاهم مع الآخر. ولذلك دور الجامعة هو بالأساس دور مهم جدا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.